اسمحوا لي في البداية، ونحن نعيش حدثا سعيدا تعيشه المملكة المغربية والمتمثل في قدرة الفريق الوطني لكرة القدم على تجاوز دور الثمن إلى دور الربع، أن أهنئ منتخبنا المغربي على هذا الإنجاز الرياضي، والذي يعتبر كذلك جزءا من المسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المغربية. سعادتي أكثر بأن نستضيفكم ضيوفنا الكرام على أرض المملكة المغربية للمشاركة في الدورة التأسيسية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي يشكل لحظة تاريخية لإعطاء إشارات قوية على عزم المنطقتين على بناء جيل جديد من الجسور الاقتصادية والتنموية والحضارية من أجل تحرير الطاقات المشتركة والاستفادة من الفرص الكبيرة ومواجهة التحديات المطروحة على الأجندة المشتركة بأسلوب جديد مبني على الفعالية والتنمية المشتركة والأثر الإيجابي على الشعوب، وذلك وفق مبدأ الرابح الرابح. ويتشرف مجلس المستشارين باحتضان هذه الدورة التأسيسية، وعيا منه بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين المنطقتين الأورومتوسطية والخليج، وتسديد فعلي لحرص المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على المساهمة الفعلية في الديناميات الإقليمية الجادة ودفع عجلة التنمية المشتركة المنصفة والشاملة. ونحن على يقين تام على أن هذا اللقاء سيمكن من تقييم الوضع الحالي للشراكات والفرص، وسيقدم الأولويات الجديدة للتعاون الاقتصادي بين المنطقتين، وسيستشرف كذلك آفاق إحداث منطقة اقتصادية أكثر تفاعلاً وتكاملاً. سيدات والسادة الرؤساء، زملائي زميلاتي، تنعقد هذه الدورة التأسيسية في ظروف اقتصادية وجيوسياسية غير مسبقة، مرتبطة بآثار كوفيد-19 وبروج مستجدات جيوسياسية كبرى، خاصة حرب دائرة بين أوكرانيا وروسيا، والتي ستعيد تشكيل خارطة موازين القوى بالعالم، بجانب ظهور إشكالات بنيوية في سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد العالمية، واستفحال ظاهرة التغيرات المناخية، ودخول أنظمة خلق الثروة العالمية لمرحلة جديدة أساسها الثورة الصناعية الرابعة والسيادة بكل أبعادها المتعلقة بالأمن الاستراتيجي. إن أمانة تعزيز السلم والأمن والرفاه والازدهار العالمي تطوقنا أخلاقياً كوننا برلمانيين مسؤولين، وهو ما يلزمنا تسخير كل الطاقات والجهود من أجل بناء أجندة مشتركة من أجل المستقبل، هدفها إنضاج شروط انبثاق جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية السيادة الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على تعزيز آليات التعاون الدولي بشكل يجعل العلاقات بين دول العالم مبنية على أساس الاحترام المتبادل للدول ولسيادتها وسلامة أراضيها والمبادئ الفضلى للإنسانية. سيدات والسادة، تؤكد مجموعة من التقارير الدولية أن العلاقة الاقتصادية بين المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية لا زالت دون طموحات التكامل الاقتصادي المنشود، وحجم المبادلات التجارية بين المنطقتين لا يتجاوز 150 مليار دولار، علماً أن حجم هذه المبادلات يمكن أن يصل إلى أزيد من 230 مليار دولار. إذا تم اعتماد نموذج التعاون المبتكر بين المنطقتين، يمكن من تدبير براغماتي للخلافات على المستوى الجمركي، ويتيح حرية أكبر لتدفقات رؤوس الأموال والسلع والخدمات. وفي هذا الإطار ينبغي التفكير في إطلاق آلية للحوار الاستراتيجي الاقتصادي من أجل ابتكار منهجية جديدة لإعادة إحياء مسار برشلونة وتوسيع نطاقه والتقوية المؤسساتية للاتحاد من أجل المتوسط، واستئناف المفاوضات من أجل إحداث منطقة تبادل حر بين أوروبا والخليج قابلة للتوسع مستقبلاً لتشمل دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، والتنسيق من أجل الترافع المشترك في مسار إصلاح منظمة التجارة العالمية للدفاع عن المصالح التجارية على المستويات البرلمانية والحكومية والمتعددة الأطراف، خاصة وأن هذا الإصلاح سيشكل فرصة تاريخية لإعادة النظر في أساليب عمل منظمة التجارة العالمية وتجديد هياكلها ومنهجية اشتغالها. ومن أجل إنجاح هذه المسارات
ينبغي العمل على مواكبتها بمجموعة من التدابير التقنية واللوجستيكية. أبرزها التفكير في إحداث صندوق استثمار أورو متوسط خليجي توجه اعتماداته لتقوية الربط اللوجستي البيني بين المنطقتين وتثمين الخريطة المينائية المشتركة، خاصة المثلث اللوجستيكي ميناء طنجة المتوسط وميناء جنوة وميناء جبل علي. كما ينبغي العمل على توسيع التوطين المشترك للأنشطة الاقتصادية من أجل انبثاق سلسلة قيمة أورو متوسطية خليجية خالقة للقيمة المضافة وللفرص لكل مقاولات المنطقة، بجانب العمل على تعزيز تبادل الممارسات الفضلة الاقتصادية والخبرات، خاصة في المهن العالمية الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصناعة الرقاقات الإلكترونية والتعلم العميق والصناعات الفضائية وأساليب تطوير وتدبير المقاولات الناشئة والمبتكرة. ونحن على يقين أن تطوير المبادلات التجارية وإطارها المؤسسات والقانوني بين المنطقتين سيمكن من فتح آفاق جديدة لدولنا جميعا. لذلك فكما كان البحر الأبيض المتوسط عبر التاريخ فضاء تجاريا قويا والقلب الاقتصادي للعالم، فإن تحالفه مع دول الخليج سيمكن كل المنطقتين من توسيع التنمية وتقوية التكامل وتجاوز مأزق الأزمات الاقتصادية المتتالية وتعزيز التموقع في الخريطة الاقتصادية العالمية وتوفير الفرص لمقاولات وشعوب المنطقة. وأؤكد لكم جميعا أن المملكة المغربية مستعدة للمساهمة في كل الديناميات التي من شأنها تقوية الشراكات الاقتصادية بين المنطقتين أورو متوسطية والخليجية، وذلك انطلاقا من قوة الشراكات الاستراتيجية لبلادنا مع المنطقتين والرصيد الحضاري للعلاقات الإنسانية المشتركة وتطابق وجهات النظر في الملفات المشتركة. اسمحوا لي هنا أن أذكركم بخطاب جلالة الملك في خلال القمة العربية الأوروبية الأولى، حيث أكد جلالته حرفيا على أن التأكيد على استعداد المملكة المغربية الكامل للانخراط بكل جدية وتفاعلية في أي دينامية جديدة من شأنها أن ترتقي بالحوار العربي الأوروبي إلى مستوى تعاون حقيقي ومجدي، بما يعود بالنفع العميم على بلدان المنطقتين ويسهم في تحقيق طموحات وتطلعات شعوبهما. انتهى المنطوق الملك السامي. حضرات السيدات والسادة، لا يمكن للاقتصاد وحده التجسير بين الشعوب والحضارات على الرغم من أهميته الكبرى في تقريب المصالح، لكن يجب العمل على توحيد الجهود كذلك في مواجهة المخاطر المحيطة بنا من قبيل التهديدات الإرهابية المتفاقمة في محيطنا الجيوستراتيجي. إننا نمتلك القدرة على تدبير اختلافاتنا بشكل براغماتي من أجل الدفاع على مصالحنا الفضلة المشتركة، ونحن عازمون على ذلك من أجل تعزيز الأخوة والصداقة بيننا والاستفادة من العائد الحضاري للعلاقات بين شعوبنا وبناء النموذج الجديد للشراكات والتعاون الفعال والمستدام في مناخ يطبع الاحترام المتبادل والصدق والروح والوضوح والطموح بما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. وقد حان الوقت لتجاوز كل العراقيل والصعوبات من أجل بناء فضاء اقتصادي دامج للجميع وقادر على أن يصد كل التهديدات ويرفع كل التحديات. ولنا طموح كبير في مؤسسة منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج والارتباط به ليصبح مركز تفكير مشترك من أجل الدفاع على المصالح المشتركة ومن أجل المستقبل، والعمل سويا من أجل تمكينه من الموارد المالية والبشرية اللازمة لضمان اشتغاله الدائم ليصبح منصة مؤسساتية منتجة الأفكار وتمكن من متابعة السياسات التنموية المشتركة ورصد كل الممارسات الفضلة الكفيلة بانبثاق نموذج إقليمي متقدم للتعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات على المستويات التشريعية والتجارية والمالية، فضلاً وفضاء للمقاولات والجهات وصناديق الاستثمار السيادة الخاصة والخاصة بالمنطقتين الأورو متوسطين. أجدد الشكر لكم، كما أنني باسمكم أشكر كذلك حضور وفدين من أمريكا اللاتينية ووفد من برلمان أوروغواي الحاضر معنا بصفته مدعوا شرفيا لهذه الدورة.
وبنفس الحرارة أرحب بالسيد رئيس مجلس الشيوخ كولومبيا والذي يحضر معنا كذلك هذه الجلسة الافتتاحية. وأعتقد بأن دورنا كبرلمانية هو في تجسير هذه العلاقات التي تنمي العلاقات فيما بين المؤسسات الممثلة للشعوب، متمنياً التوفيق لأشغالنا. شكراً لكم على هذا الحضور الكمي والنوعي، شرفتمونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.